فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم، هذا العابد الزاهد حسبه كذلك، والله حسيب، قد توفاه الله جل في علاه. أسأل ربي جل في علاه أن يسكنه فسيح الجنات ويعلي به الدرجات، وأن يغفر له ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن. ونسأل الله جل في علاه أن يجعل صحيفته بيضاء نقية. فضيلة الشيخ أسامة كان مهندسا، ثم ذلك أخذ بكالوريوس أو ليسانس الشريعة، ثم بعد ذلك الماجستير، ثم الدكتوراه، وكان دكتور في الأصول، أصول الفقه، وهي مادة من أعظم المواد نفعا. فأسأل ربي جل في علاه أن يسكنه في سيح الجنات، وأن يعلي به الدرجات، وأن يرحمه رحمة واسعة. الأمة الآن في خطر، يعني في كل ساعة وفي كل حين نسمع بموت عالم من العلماء، وهذه فيها تقارب الزمان، فيها تنبئ بشر علينا، لأننا إن لم نجد خلفا لهؤلاء العلماء النبلاء فمعنى ذلك أن الساعة أقرب ما تكون. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. خلت الديار فست غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسودد. فموت العلماء من أكبر المحن، لأن بقاء العلماء يشد بعضهم بعضا، لكن أن يبقى العالم وحيدا فهذه محنة عظيمة. فأي عالم يحتاج إلى عضد، فأن يبقى العالم وحيدا فريدا غريبا لا يشده أقرانه ولا أسنانه هي محنة.